أهلا بكم من جديد. أصدرت بورصة البحرين تقرير الأداء الأسبوعي للبورصة الذي يشمل أهم المؤشرات لحركة التداول خلال هذا الأسبوع. مشاهدينا التفاصيل في العرض التالي. أعلنت بورصة البحرين إدراج الإصدار رقم 26 لصكوك الإجارة الإسلامية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، حيث سيتم تداولها من 23 من شهر يوليو لعام 2020. ويبلغ حجم الإصدار 125 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 6 سنوات، ويبلغ العائد الثابت 14% سنويا، ويتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل 6 شهور. وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 14 إصدارا تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 7 مليارات و109 ملايين دولار. نبقى مشاهدين في البورصة، حيث أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من 23 من شهر يوليو لعام 2020، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولية بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 21 الذي أصدره مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوية من خلال بورصة البحرين فور إدراجه، والذي من المتوقع أن يتم في 9 من شهر أغسطس. التفاصيل مشاهدينا في العرض التالي. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أسوأ انكماش فصلي له منذ 21 عاما. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1284 نقطة بانخفاض بنسبة 64%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,383,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 558,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 93 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت معظمها في المنطقة الحمراء، وبالنسبة إلى الأسواق الرابحة فقد تصدرت سوق مسقط للأوراق المالية تقدمات بارتفاع تجاوز نقطة مئوية واحدة. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 129 عطاء ل19 مناقصة و3 مزايدات مطروحة من 10 جهات متصرفة. تفاصيل في التقرير التالي. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 129 عطاء بعدد 19 مناقصة و3 مزايدات مطروحة من 10 جهات متصرفة. ومن أبرز المناقصات التي تضمنت جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لوزارة الصحة بشأن تزويد أدوية لصيدليات مجمع السلمانية الطبي وصيدليات المراكز الصحية. كما يسر مجلس المناقصات والمزايدات دعوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية المطروحة والاستفادة من الأفضلية الممنوحة لها بنسبة 10%، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر. تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مصرف السلام البحرين، أعلن معهد BIBF إطلاق المنتدى الافتراضي بعنوان الاضطراب في الموارد البشرية، الاتجاهات والحقائق والفرص، المقرر انعقاده في 26 من شهر يوليو لعام 2020 بهدف تسليط الضوء على التطورات المتسارعة في قطاع الموارد البشرية وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه الثروة البشرية في ظل التقلبات والإرباك الحاصل في الأسواق العالمية. شارك بنك البحرين الوطني برعاية النسخة 12 لمسابقة رواد الأعمال الشباب بتنظيم من مؤسسة إنجاز البحرين، والتي تم خلالها التنافس على جائزة التميز في التسويق الممنوحة أيضا من البنك. وأقيمت النسخة الجديدة من مسابقة رواد الأعمال الشباب افتراضيا على مدى يومين عبر منصة زوم. وقد شهدت منافسات الفعالية مشاركة 21 فريقا من 22 مدرسة ثانوية و12 جامعة من أنحاء المملكة، الذين تمتعوا بروح المغامرة والريادة. أعلن بنك البحرين والكويت نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2020، حيث تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب إلى مساهمي البنك بلغ 29 مليون و200 ألف دينار. ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا في بداية عام 2020، في حين أن كلفة الفوائد بلغت 34 مليون دينار بارتفاع نسبته 9%،
بسبب الارتفاع في محفظة ودائع العملاء. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. سجل اقتصاد كوريا الجنوبية بين شهري أبريل ويونيو أسوأ انكماش فصلي له منذ عام 1998، كما أعلنت سيول بعدما تضررت صادرات البلاد كثيرا من أزمة فيروس كورونا المستجد. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي لرابع اقتصاد في آسيا والثاني عشر في العالم بنسبة 2.9% في الفصل الثاني مقارنة مع الفترة نفسها قبل سنة، وهو أقوى انكماش منذ الفصل الرابع في عام 1998 الذي سجل في الأزمة المالية الآسيوية، حين تراجع إجمالي الناتج الداخلي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.8%.